صراحة الدورة ممتازة جدا جدا أستاذ أحمد، دورة الخطة الشاملة. وأنا أقول لك إياها بصراحة بدون مجاملة، درست لغة إنجليزية لتعلم البرمجة، وكنت أريد أسافر للهند لدراسة الجافا مدة 3 شهور قبل شهر، قبل لا أشتري الدورة قبل شهر. وبعد قبل لا أسافر قارنت الدورة بالشيء اللي راح أستفيده في الهند، فوجدت أن الدورة يعني ما أقدر أوصف لك كمية المعلومات اللي بستفيدها من لو سافرت على الهند. دورة قيمة جدا جدا، أشكرك وأشكر جهودك المبذولة في الدورة، وبإذن الله مستمر، وأي أخطاء تصعبني جدا راح أتواصل معك. شكرا جزيلا لك. فوجدت أن الدورة ولا شيء دورة الجافا مقارنة بالخطة الشاملة، ولله الحمد تعلمت وفهمت أول خمس لغات برمجة، وهذا يعتبر بحد إنجاز يعني بحد ذاته، وبإذن الله مستمر للغات القادمة. يمكنك الآن البدء معي بالخطة الشاملة لتعليم البرمجة، وهي خطة شاملة لتعليم البرمجة للمبتدئين من الصفر وحتى الاحتراف. فخلال 4 شهور فقط ستتمكن من عمل أكثر من 30 تطبيق وموقع ولعبة من خلال خطة تدريبية شاملة قمنا بتجربتها على أكثر من 1000 طالب حول العالم. قم باستغلال هذه الفرصة واحصل على خطة تعليم البرمجة الشاملة خلال 4 شهور عن طريق بناء أكثر من 30 موقع وتطبيق ولعبة. اقرأ على زر التسجيل الآن ولنبدأ هذه المغامرة الشيقة والممتعة والرائعة معا. السلام عليكم.